بعض الرقم القومي، فالرقم القومي برضه بتتأخر. طبعا حضراتكم هتقولوا طب ليه بتوع الداخليه ما يجوش هنا ويقعدوا معاك؟ فكل السيادات اتفضلتوا بيه، احنا قدر الامكان بنحاول نتابعه، بس حتى الامور بيتاخد فيها اكشن او قرار بتاخد وقت شويه. موضوع التنسيق بتاع الجامعات والمدارس والكلام ده عارفين اللي فيه مشكله كبيره، يعني الناس يمكن السيستم بتاع الامتحانات احنا قلنا في الكارك الترم الاولاني السيستم وقع مرتين ثلاثه، انا عارف كل ده، يعني هي مش مشاكل قنصليه بس يعني او مش مشاكل تخص القنصليه بصوره مباشره، بس المواطن في النهايه ما بيبقاش قدامه غير يعني القنصليه هو اللي يجي لها ويقول لها الموضوع ده، رغم ان مثلا زي ما بقول الامتحانات في مكتب ثقافي ما يعرفش غير يجي احنا يصدر لنا القضيه دي وعنده حق فيها. موضوع التامين على المصريين في الخارج، موضوع الكيانات اللي ممكن تجمع المصريين في الخارج، موضوع يبقى في شركات للمصريين في الخارج، الكلام اللي هي ماشيه فيه وزاره الدوله دلوقتي وزاره الهجره، وان شاء الله ده في خطوات ايجابيه اعتقد في كذا مستوى. القنصليه حاولت تدخلت في حاجات كتير الفتره اللي فاتت برضه، يعني في هذه المشاكل بنحاول نحل قدر الامكان، رغم الموضوع زي مبادره السيارات ده كان فيه بدء، يعني كانت الفكره كويسه بس التطبيق على الارض حصل مشاكل كتير قوي. القنصليه انا وزمايلي الحمد لله يعني حاولنا بقدر الامكان، لغينا التصديقات، احنا كان لينا دور كبير قوي في القنصليه في الرياض في موضوع الغاء التصديقات، ده كان حاجه غير يعني بالنسبه للاخوه في السعوديه، يعني تصديق ايه اللي انا هصدقلك على القامه ولا اعمل لك على الستيتمنت بتاع بنك، دي حاجه مالهاش معنى بالنسبه لنا خصوصا ان كله شغال الكتروني، بس تصديق ايه اللي انا هصدقلك على القامه ولا اعمل لك على الستيتمنت بتاع بنك، دي حاجه مالهاش معنى بالنسبه لنا خصوصا ان كله شغال الكتروني، بس للاسف احنا ساعات بنقيس الامور اللي بتتم عندنا في مصر بنقيسها يعني على الخارج وعايزين نطبقها في الخارج، فده غير وارد. فالحمد لله القنصليه بتحاول تجتهد، احنا كم المشاكل اللي عندنا كبير جدا جدا برضه بنحاول نحل فيه ان شاء الله، ده اللي بقدر اكتبه لكم واكتب على كلام الزميل عبد الله، ده احنا فعلا بنحاول، احنا مش مطنشين او بنقول ما تبصناش، حتى لما بيبصناش والله بنحاول نتدخل فيه، يعني هو نفسه بيديله حاجات كتير لجده، بيبعت للزملاء بجده وبيعمل مش عارف ايه، رغم يعني ممكن لو ما ردناش فمش حد مش هيلوم، يعني مش هيقول له حاجه، مش بتاعتنا اساسا، بس احنا فعلا يعني بقدر الامكان بنحاول نأدي واجبنا، يعني مش عارف بقى ناخد فيه كام من 10 الموضوع ده، بس اللي انا اكد لكم عليه ان احنا فعلا بنحاول، ونرجو ان انتم برضه تساعدونا جميعا سواء التعليمات بتاعت الجانب السعودي، لازم تفاعلنا مع المجتمع هنا يبقى تفاعل ايجابي، ما يبقاش تفاعل كل مشكلات، مش الجاليه المصريه عملت كده، اصل اكبر نسبه متغيبين مثلا ممكن تبقى في الجاليه المصريه، اكبر نسبه مش عارف عليها بلاغات حروف اكتر، ده مش كويس. انا عارف ان هنا الجاليه هنا جميع افراعها وجميع رموزها عامله انشطه كتير قوي، بدايه من دورات الكوره، بدايه من المشاركه في الفعاليات السعوديه هنا المختلفه، الكلام ده كله ده احنا نحب ان انتوا تنخرطوا فيه بصوره اكبر، لو في حملات تبرع بالدم خشوا فيها، لو في اي حاجه تعملوا حاجه عايزين تعزموا فيها حد من القنصليه لو يحب يجي، لو يوم للاكل المصري باي جنينه، القنصل عبد الله طرح الموضوع ده في لقاءاته في الاماره المهمه اللي فاتت، اللي احنا نحب يبقى فيه فعاليات والجاليه تشارك فيها. يعني الامر مفتوح لكم جميعا، نظموا وشوفوا ايه اللي عايزين يتم، وده الحاجه وفقا للقواعد المصرح بيها من الجانب السعودي، فاعتقد هيبقى فيها محل تركيز. فنفسي التفاعل يبقى ايجابي، الصوره اللي تبقى مصدره على الجاليه المصريه الحمد لله صوره كويسه جدا، احنا بنسمع كلام ممتاز جدا في المقابلات، احنا زي ما القنصل عبد الله قال احنا جزء من المهمه اللي بتيجي اللي هي جايه تعمل مقابلات. وانا في المستوى اللي بنعمله في الرياض او في مناطق المختلفه بنسمع كلام كويس قوي ان الجاليه المصريه فعلا اقل مشاكل، الجاليه المصريه الاكثر التزاما، ده حلو، كل ده جميل ونريد ان احنا نبني عليه ويبقى تفاعلنا ايجابي اكتر. يعني بجد هو مش كلام ينشا، ارجو لكل واحد منكم في المكان اللي هو شغال فيه بجد يدي صوره كويسه على البلد، احنا بنجتهد من دول عاملين شويه فيديوهات كده بسيطه، يعني بنحاول نوزعها، احنا بنبعتها للناس، انا مش غرض ان انا اقول لكم سافروا مصر ما انتوا هتسافروا، الغرض ان اي حد يجي له الرساله دي ويعرف حد سعودي حد خليجي يبعتها له، ده اقل حاجه، زي صباح الخير او جمعه مباركه ابعتوها، دي مش حاجه، دي مش يعني مش عيب او حاجه هتقل مننا ان احنا بنروج لبلدنا. فارجو بس هو ده اللي انا هاكد عليه، وبقى المجال مفتوح لحضراتكم اي اسئله انا هختارها. جميل، موضوع مهم جدا صراحه،